ده قصة كويس. طبعا جميل. طبعا هنخش بعد كده على اليمن بقى. اليمن بتمثل، شوف الكلام اللي هقوله دلوقتي، تهديد مباشر للأمن القومي المصري. لازم تبقى الناس عارفة مباشر. اليمن حاليا تمثل تهديد مباشر للأمن القومي المصري. من أي زاوية؟ من أي زاوية؟ نشوف الخريطة اللي هتموجود، خريطة البحر الأحمر اهي موجودة قصادنا، إنها بتتحكم في باب المندب. لو حصل أي حاجة في باب المندب، قناة السويس القديمة والجديدة والمنطقة الاستثمارية، ولا تساوي حاجة، وقفت. وكل المراكب اللي هتيجي هتقوم داخلة على رأس رجاء السلاح وتطلع أوروبا وتسيب إذن ده الأمن الاقتصادي، تلك الدخل القومي بتاعك يا عمدي، النهارده بتتحكم في اليمن. إذن أي اللي حصل في اليمن دلوقتي ده موضوع كبير، عشان كده بنقول إيه؟ تهديد للأمن القومي مباشر للأمن القومي المصري. أيضا بتهدد مين؟ السعودية، أنت شايف كل يوم صاروخ فلسطيني طالع هناك بيضرب، وإيه؟ إيراني الصنع، والإمارات. فعشان كده النهارده اليمن بتمثل بؤرة بتهدد الأمن القومي في المنطقة. بالنسبة لمصر احنا تعبانين منها، لانها تؤثر على مين؟ على قناة السويس وعلى الملاحة في البحر الاحمر. تمام؟ ده بيهمنا في هذا الموضوع. طب احنا عشان نحل الموضوع ده هنعمل ايه؟ مش هنقف ساكتين مصر؟ وعشان انا نفسي الناس تبقى فاهمة ان الرئيس عندنا او الرئاسة، انا مش بتكلم كلام عشان اجامل ده ولا اجامل ده، حقيقة. لما جينا نشوف الخريطة اللي جاية اللي بعد كده بقى. انت كنا بنعتمد على اليمن هنا اللي هي باللون البنفسجي. طب اليمن النهارده مش موجوده، هنعمل ايه؟ اريتريا بقى اللي باللون الاحمر، هي كل الساحل ده واكتر من الساحل اليمني. انت عشان تطلع الاسطول بتاعك يطلع يامن باب المندب، هيروح فين؟ كان زمان عندنا اليمن، احنا في 73 قفلنا باب المندب، اسطولنا كان بياكل ويشرب من اليمن، اليمن مش موجوده النهارده، حسين فيها. عملنا فين؟ مع اريتريا. عشان كده من شهر لما جاء فورتي هنا في مصر، تم توقيع جميع مثلا نقول اتفاقيات كتيره جدا، بنبني له مساكن، بنبني له مدارس، مستشفيات، عملنا توقيع اتفاقيه رائعه. انت كنت كل شهر بتسمع قفشوا مراكب صيد 7 13 كده على طول. لا دلوقتي خلاص عملنا اتفاقيه صيد، لان المنطقه دي هي احسن منطقه للاسماك اللي جايه من المحيط الهندي على منطقه بتعوش هناك. فالنهارده مراكبنا بتروح تصطاد، بنعمل له احنا مصنع اسماك هناك، العلاقه كويسه. ولما جاء فورت استقبل الناس، لازم تفهم ان ساعات لما بتحصل هناك استقبالات وهناك لصالح الامن القومي، مش لصالح ان احنا بنقابل ناس ونسلم عليه. والحقيقه فرقي يعني منذ عقد من الزمن وهو منضبط في علاقته مع مصر، ويرى وعلاقه مصر به جيده ومحترم. خد بالك ان في ظهره مين؟ اثيوبيا. واثيوبيا ملهاش اي مكان على البحر الاحمر، ايه دوله مغلقه فبالتالي في مشاكل بينها وبين اريتريا. فمن صالحنا طبعا الكلام ده المفروض ما يتقالش على الهوا، انما لازم الناس تفهم ان من صالحنا نقوي العلاقات مع اريتريا عشان تامين البحر الاحمر، تامين قناه السويس اللي هي ثلث الدخل القومي. فيا جماعه اما بنجيب اسطول عشان النهارده اسطول في البحر الاحمر عشان يامن الامن القومي المصري اللي هي تساوي قناه السويس. جبت المسترال، جبت الجزيره عائمه، وجبنا وبعدين جبنا احدث 4 غواصات في العالم. النهارده الرافال يطلع يضرب هناك ويرجع، ايام زمان ما كانش عندنا. فعشان الناس، انا برضو مش عايز حد يقول ان انا بقول للرئيس السيسي ان التفكير ده كان من زمان، يعني انت فاهم يا حمدي، كان فيه من زمان، عشان احنا داخلين على مشكله تانية. فبالتالي اريتريا انا بعتبرها من احسن الحاجات اللي تمت في خلال الفتره اللي فاتت في السياسه الخارجيه المصريه. يعني